بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن واحد من اهم انظمه تشغيل محرك الديزل ومن اكثر الانظمه اللي مظلومه في محرك الديزل بتاعنا. في البدايه بس قبل ما نبدا نتكلم عن نظام الكولينج سيستم، عايزين نتكلم في البدايه عن المحرك بتاعي بصفه عامه. كلامنا عن المحرك ده هيقودنا لاهميه دوره التبريد ومحركات الديزل في المحركات بشكل عام. لو انا بصيت للشكل المبسط اللي قدامي ده، فانا هنا عندي محرك، فالمحرك ده انا ببتدي ادخله هنا وقود مع هواء عشان خاطر يحصل لي عملية احتراق. فطالما في حصل عملية احتراق وحصل انتقال حرارة، فطبقا للقانون الثاني للديناميكا الحرارية إن كده كده كفة الاحتراق بتاعتي مش 100%، فأنا بقدر آخد بس 37% وورك من المحرك بتاعي، وبقية الطاقة بتاعتي بتكون تقريبا في صورة لوسز، فبيكون عندي 30% اكزوست، وبقدر استفيد بالاكزوست ده. مثلا لو أنا مركب تيربو، فالتربو ده بقدر استفيد بيه جزء من الاكزوست وبرمي جزء، فبالتالي بقدر ازود كفاءة المحرك بالصورة دي. كمان بيحصل لي ان بينتقل لي 7% من الحرارة كمان على صورة هيت، وبينتقل لي 30% كمان على صورة انترنال هيت، او اللي هي اللي انا بستخدم فيهم انظمة تبريد عشان خاطر ابرد المحرك بتاعي، سواء كانت دي بقى انظمة تبريد بالمية او حتى كمان الزيت بيقدر يخش جوه وبيقدر يعمل لي عملية تبريد. طبعا مش بنفس القدر ومش بنفس اهميه نظام المايه، ولكن هو نظام كمان بيعمل في عمليه تبريد، خصوصا في اماكن ما بقدرش ارش فيها ميه او ما بقدرش ادخل فيها ميه. فبالتالي انا كده بيحصل عندي ارتفاع في درجه حراره المحرك ده نتيجه حدوث احتراق. لو انا سبت درجه الحراره تزيد على المحرك ده، فبالتالي يبتدي يحصل لي مشاكل في تشغيل المحرك، يبتدي يحصل لي اوفر هيتنج، يبتدي يحصل لي مشاكل اصلا في الماتيريال اللي اتصنع منها الانجن بتاعي. فانا بالتالي مش عايز درجه الحراره بتاعت المحرك بتاعي تزيد، عايز احافظ على درجه الحراره. يبقى انا كده فرضا ان هيحصل في زياده في درجه الحراره، ده كده مفروض عليا. طيب انا ببتدي اعمل نظام الكولينج سيستم ده عشان خاطر يبتدي يقلل لي درجه الحراره بتاعت المحرك، وبالتالي اقدر احافظ على جسم المحرك واحافظ على المحرك اطول فتره ممكن. طيب فهنا بيقول لك ان الكولينج سيستم ده واحد من الانظمه الضروريه جدا في محركات الاحتراق الداخلي، وبيحاول يعمل لي حفاظ على درجة الحرارة بتاعتي في الأوبتيمم تمبريتشر رينج، اللي هو بيكون حوالي من 80 ل 90. يعني درجة حرارة المحرك ده المفروض تكون تقريبا من 80 لحد 90 درجة، ما تزيدش على الرينج ده، في حين إن هي بتوصل أصلا أثناء تشغيل المحرك ل 1000 درجة أو 2500 درجة أثناء شوط الحريق. فبالتالي درجة الحرارة بتكون عالية جدا، فبالتالي أنا بحاول إن أنا أوصل درجة الحرارة العالية دي جدا لدرجة الحرارة دي باستخدام نظام التبريد بتاعي. طيب لو انا بصيت ولاحظت كلمه كيب اللي انا اتكلمت عنها فوق، انا قلت ليه كلمه كيب تمبريتشر ما قلتش ريديوس تمبريتشر؟ لان الهدف مش دايما من نظام التبريد بتاعي ان هو يعمل لي تقليل درجه الحراره بتاعه النظام. ازاي الكلام ده؟ في بعض الاحيان لو انا بشغل المحرك بتاعي مثلا في فصل الشتاء، الجو ساقع، فبالتالي المحرك بتاعي لسه بارد، ما وصلش درجه الحراره التشغيل بتاعته اللي هي المفروض اصلا من 80 ل 90. مثلا درجه الحراره بتاعت المحرك دلوقتي كانت 50، تمام؟ طيب انا عايز اوصل المحرك ده درجة حرارة التشغيل. طيب لو أنا دلوقتي مشغل الدورة بتاعة التبريد بتاعتي، فبالتالي أنا المية هتخش جوه، كل ما يبتدي المحرك يسخن المية هتخش جوه المحرك، تبتدي تاخد الحرارة دي وتطلع تروح تبردها لي في الرادياتور وبعدين ترجع تاني. طب أنا كده عندي مشكلة إن أنا بأخر عملية التبريد بتاعتي أو بأخر عملية تسخين المحرك بسبب التبريد اللي أنا بعمله ده. فبعمل إيه؟ فبروح بطريقة معينة نشرحها هنتكلم عنها قدام، يعني إن أنا بخلي المية السخنة بتاعتي دي ما تروحش على الرادياتور وتطلع وترجع للمحرك تاني كأنها كلوزد سايكل. طب ايه اللي بيحصل بقى لما بيحصل الكلام ده؟ المايه السخنه بتبتدي تطلع من هنا وبتبتدي ترجع تاني للمحرك، فبتساعد المحرك انه يوصل لدرجه الاوبتيم تمبريتشر بتاعتي بسرعه. فبالتالي انا مش دايما بعوز من نظام التبريد بتاعي ان هو يبرد لي المحرك، في الاغلب بيكون انا عايز منه ان هو يبرد لي المحرك، بس في بعض الاحيان بعوز منه ان هو يساعد لي المحرك انه يوصل للاوبتيم تمبريتشر بتاعتي. فعشان كده انا ما استخدمتش كلمه ريديوس، لكن استخدمت ان هو بيعمل عمليه كيب للتمبريتشر بتاعتي. طيب لو ابتديت احاول اشوف اسباب ان انا بستخدم الكولينج سيستم او لايه ضروره استخدام الكولينج سيستم، فقال لك في البدايه كده ان ممكن المحرك بتاعي يوصل ل 2500 درجه، ودي درجه عاليه جدا جدا جدا. ممكن نتيجه الوصول لدرجه الحراره عاليه جدا دي يحصل لي كومبوننت ميلتنج، الاقي مثلا ان الفولفات بتاع المحرك بتاعتي ابتدت تسيح، وده من الاخطار الشائعه جدا في محرك الديزل. الاقي ان في مشكله حصلت في الاسطوانه بسبب ارتفاع درجه الحراره، فحصل تمدد زياده للمواد بتاعتي، فحصل مشكله، يحصل لي مشكله في التزييت كمان. فبالتالي انا بعوز اعمل كولينج سيستم عشان خاطر اتخلص من درجه الحراره الكبيره جدا دي.
برضه قلنا ان درجه الحراره بتاثر لي على الزيت بتاعي، انا بختار زيت اصلا معين بيشتغل في رينج درجه حراره مثلا من 20 مثلا، او من 10 لحد مثلا 100 لحد 200. فانا دلوقتي لما درجه حراره المحرك تزيد توصل ل 300 درجه مئويه، وانا الزيت ده اخره 200، فايه اللي هيحصل؟ فبالتالي يحصل تلف للزيت، فدي مشكله جدا. طيب كمان انه بيحصل زياده في الاحمال الحراريه على المحرك بتاعي، ممكن تسبب دمار المحرك اصلا. المحرك برضو مصمم ان هو الماده بتاعت اللي مصنع منها المحرك دي تحمل درجات حراره معينه، فممكن لما ابتدي ازود درجه الحراره يحصل لي ثيرمال استريسز للماده بتاعت المحرك اصلا، ويحصل تلف، ويحصل لها ان البلوك بتاع المحرك بتاعي بيحصل فيه شرخ او ما شابه. فلازم انا اتحكم في درجه الحراره دي عشان خاطر اقلل الاستريسز الحراريه دي. كمان لما بزود درجه الحراره انا عارف ان كميه الهواء اللي بتخش بتزيد، كميه الهواء اللي بتخش سوري بتقل، لان حجم الهواء بيزيد مع زياده الحراره، الحجم بتاع الاير هيبتدي يزيد. طيب نتيجه زياده الحجم، فانا عارف ان لما ازود الحجم الكتله بتاعتي هتبتدي تقل، فكتله الهواء اللي بيدخل المحرك بتاعي هتقل، فبالتالي كتله الهواء بتقل، فبالتالي كميه الهواء اللي بتخش المحرك بتاعتي بتقل، فبالتالي بيحصل لي ان الفوليومتريك افشنسي اللي هي كتله الهواء اللي دخل للمحرك بتبتدي تقل، فبالتالي الميكانيكال افشنسي بتاع المحرك بتبتدي تقل، فدي مشكله كبيره جدا عندي. فانا بالتالي لازم اقلل درجه حراره المحرك واحافظ على درجه حراره المحرك في الاوبتيمم رينج اللي هي حوالي مثلا من 80 ل 95 ولا من 80 ل 90 على حسب المصنع ما بيقول لك على كل عربيه بتاعته. فبالتالي دي الاضرار او دي المشاكل اللي ممكن تسبب لي فيها ان انا ما استخدمش نظام تبريد، او دي الاسباب او الحاجات اللي دفعتني ان انا استخدم نظام تبريد للمحرك بتاعي. طيب ايه الوظائف الاساسيه اللي انا عايز نظام التبريد ده يعملها؟ والله انا عايز نظام التبريد يعمل لي 4 حاجات. يبتدي في الاول يقلل لي درجه الحراره بتاعت الانجن بتاعي، يبتدي كمان يعمل لي بريفنت الاوفر هيتنج، وكمان يبتدي يحمي لي الانجن بتاعي من الدامج، وكمان يعمل لي عمليه تحسين لكفاءه المحرك. يبقى ال4 حاجات دول هم الحاجات الاساسيه اللي انا عايز الانجن بتاعي يبتدي اللي انا عايز النظام التبريد بتاعي يبتدي يعملها للانجن عندي. طيب طيب ايه انواع اولا انظمه التبريد دي؟ قبل ما نتكلم عن احنا اتكلمنا عن اهميه النظام وانا عايزه ليه وايه الهدف منه اصلا. طيب ايه انواع بقى انظمه التبريد اللي عندي؟ والله انا عندي في نوعين اساسيين. في البدايه الاير كول انجن انجن كولينج سيستم، وفي الووتر كولد انجن كولينج سيستم. طيب او بسمي النوع الاولاني يعني ده دايركت، والنوع الثاني ده اندايركت. طب ليه دايركت وليه اندايركت؟ النظام الاولاني ده بيبقى عندي مروحه، المروحه بتاخد الهواء تعديه على الانجن بتاعي، فبالتالي انا ببرد المحرك بالهواء على طول كده دايركت. تمام، يبقى انا ببرد المحرك بالهواء دايركت. النظام التاني بقى ده انا بعمل ايه؟ انا بمشي ميه جوه المحرك. تمام، يبقى في ميه بتمشي جوه المحرك، الميه اللي بتمشي جوه المحرك دي بتسخن، بعد ما بتسخن بروح ابردها بعديها على الرادييتور، وخلال الرادييتور ده بيحصل تبادل حراري بين الميه والهواء، وبالتالي الميه بتبرد فبتبرد لي المحرك وبترجع تاني للمحرك. فبالتالي انا برضو عملت تبريد بالهواء في الاخر خالص، بس انا مشيت جوه المحرك ميه، فالماء اللي مشي جوه المحرك بتاعه هو الميه، ولكن الميه دي حصل لها تبريد ازاي؟ حصل لها تبريد مع تبادل حراري مع الهواء. فبالتالي عشان كده انا بسمي ده دايركت سيستم او الاندايركت سيستم، او خلينا في التسميه الواضحه اللي هي الاير كولد انجن كولينج سيستم والووتر كولد انجن كولينج سيستم. طيب نبتدي نتكلم عن النظام بالتفصيل. فلو اتكلمت عن الاير كولينج سيستم، فاقول ان الاير كولينج سيستم هو نظام بسيط جدا، بيكون عبارة عن إن أنا بحط المحرك بتاعي بالشكل ده، وابتدي أعمل عليه من بره فينز عشان خاطر أزود مساحة السطح بتاعه عشان خاطر يحصل لي تبادل حراري أحسن، وبعدين ببتدي مع الفينز ده، وخلال مثلا لو النظام ده أصلا أنا بلاقيه فين؟ بلاقيه مثلا على الموتوسيكل، يعني أنت أكيد شفت الشكل ده على الموتوسيكل، على أي موتوسيكل قدامك. فشكل الفينز ده موجود على الموتوسيكل، لأن الموتوسيكل مش هعمل نظام تبريد بمية عشان خاطر مفيش مكان أصلا عندي، وبرضه الشغل بتاع الموتوسيكل بيكون قليل جدا يعني، ودرجة الحرارة ما بتوصلش لدرجة الحرارة بتاعت العربية. فبالتالي انا بيبقى عندي نظام التبريد بتاع الهواء ممكن يكون كافي، وخصوصا الموتوسيكل بتاعي مش مقفل، فالهواء بيقدر يخش لي من هنا كده يعمل لي تبادل حراري ويبتدي يقلل لي درجه الحراره بتاعه النظام بتاعي. فبالتالي انا في النظام ده ما بحتاجش ان انا احط ميه او اي حاجه، لا هو انا بيبقى عندي المحرك بتاعي بروح اعمل عليه من بره الفينز دي، والهواء بيبتدي يمشي يخش جوه الفينز دي، وعن طريق عمليه تبادل حراري بتحصل ما بين الهواء والفينز بيبتدي يقلل لي درجه حراره الكومباشن تشامبر دي. يبقى انا بعمل عمليه تقليل درجه الحراره مع السراوندنج اير على طول. تمام، النظام ده طبعا
بيبتدي انا بحاول فيه ازود الميتال سيرفيس اريا عن طريق ان انا بعمل الفينز دي. والنظام ده بيتوقف طبعا على كفاءة أو المادة المصنع منها أصلا، المحرك، جسم المحرك ده عشان يحصل لها تبادل حراري، كمان الحجم بتاع السطح اللي بيحصل له تبادل حراري مع الهواء، كمان شكل الفينز والتصميم بتاعها. فالنظام الحراري ده كفاءته بتتوقف على مليون حاجة تاني، أغلبها ما بتكونش في إيدي أنا كراجل مثلا راكب العربية، أو أنا سوري كراجل مشغل الموتوسيكل، هي حاجات من المادة اللي أنا بصنع منها الموتوسيكل أصلا في الأول كده. درجة حرارة الجو المحيط كمان بتفرق معايا، يعني درجة حرارة الهواء، أنا الهواء بره مثلا درجة حرارته 48 ولا درجة حرارته 50، ولا الهواء بره درجة حرارته 20 ولا الهواء بره درجة حرارته 10، في كل دي عوامل بتأثر لي على عملية التبريد بتاع المحرك بتاعي. ده طبعا أبسط أنواع التبريد بتاعتي، نوع بتشوفه في الحاجات الصغيرة جدا اللي هي زي ما اتكلمنا كده، زي الموتوسيكل، زي سكوتر، حاجات حجمها صغير وما بتحتاجش درجة حرارة أساسا منخفضة، ما بتحتاجش تبريد درجة حرارة، يعني تبريد لنظام مية بتكون درجة الحرارة اللي هو بيشتغل فيها درجة حرارة بتكون أعلى بكتير من نظام الهواء. طيب إيه الأدفانتج والديس أدفانتج بتاع النظام ده؟ والله في البداية كده المميزات بتاعته إن هو خفيف جدا، لايت إن ويت. كمان إيه كمان؟ والله ممكن يستخدم لو أنا ما عنديش مية، يعني لو أنا بشغل أي نظام ومفيش مية فلا، يبقى يفضل إن أستخدم فكرة اللي هي الإير كولد سيستم. تمام. إيه كمان؟ والله ان هو سيمبل ان ديزاين، الموضوع ان انت عملت شويه فينز وسبت المحرك كده، والمحرك كان شغال 10 على 10 مش محتاج اي حاجه تاني، ما بيحصلش كمان مشاكل. واقول لك ان حصل لي مشاكل واعطال في دوره التبريد، لان مفيش دوره تبريد اصلا. كمان ما بيحتاجش مساحه كبيره جدا، يعني مفيش مساحه اصلا، المحرك حطيت عليه شويه فينز وخلص، ممكن تحط مروحه مثلا وكده تبقى انت عملت بقى الواجب بزياده. كمان مفيش بامب، دي ميزه كويسه جدا، ما بتستهلكش قدره عشان خاطر شغال بامب ومفيش مكان لبامب، فدي من مميزات النظام ده. طيب ايه عيوب بقى النظام ده؟ والله قال لك ان من عيوب النظام ده ان هو بيعمل نويز اثناء التشغيل. ايه يعني ايه بيعمل نويز اثناء التشغيل؟ انا عارف ان انا في نظام الووتر، او انا مقارنه بنظام الووتر، تمام، يعني نظام التبريد باستخدام المايه، نظام الووتر انا بعمل ووتر جاكيت داخل السلندر، ده بيبقى ده جسم السلندر جواه بيبقى فيه ووتر جاكيت بالشكل ده. طيب ايه المشكله انا بيبقى، او ايه الميزه في الووتر جاكيت دي؟ الووتر جاكيت دي بيبقى ماشي جواها ميه، فبالتالي ما بيبقى فيه ميه محاوطه للاحتراق، يعني الاحتراق بيحصل في الحته دي تمام، والحته اللي بره دي فيها ميه. طيب فايه اللي بيحصل؟ لما بيحصل ضوضاء من الاحتراق، فالضوضاء دي بتمتصها الميه، يعني الميه اللي بتبقى محتاجها بتمتصها، فبالتالي امتصاص الضوضاء دي او الميه المحيطه في الاحتراق بتمتص الضوضاء، فبالتالي صوت المحرك بيكون اعلى. زي مثلا لو كلمتك ان انت مثلا رميت او حصل انفجار قدامك القنبله، حصل في الارض هنا او قدامك بره، وحصل نفس الانفجار نفس القنبله في الميه، ايه اللي بيحصل؟ انت على الهوا او بره كده في الوسط المحيط بتاعك، والله بتسمع صوت الانفجار بتاع القنبله من على بعد كبير جدا وبيبقى الصوت عالي. لكن لو في ميه، لو في ميه بيحصل عمليه خمد الاهتزازات، وبالتالي ما بيحصلش انتشار للصوت بنفس الطريقه. فبالتالي عشان كده النظام ده بيبقى صوته اعلى من النظام اللي هو فيه الووتر جاكيت، لان الووتر جاكيت قلنا بتقلل درجه، بتقلل النويز درجة كبيرة جدا، يبقى دي من العيوب بتاع النظام ده. ايه كمان؟ الكوفيشنت وفي ترانسفير بتاع الهواء قليل جدا، ولكن بنعوض عنه طبعا، يعني ده ان كمية الهواء المستخدمة بتكون كبيرة جدا، انت الهواء بتاعك بيكون اوبن اير، فانت طول ما انت ماشي الهواء بتاعك بيتغير، فانت برضو يعني ده عيب، ولكن فيه قدامه ميزة ان الهواء ملوش تكلفة، برضو دي ميزة. ايه كمان؟ والله ده كمان طبعا الكفاءة بتاعته قليلة جدا، وما بيستخدمش غير في الحاجات الصغيره، فهو محدود برضو الاستخدام بتاعه. فبالتالي دي من العيوب بتاعه النظام الاير كول سيستم. فبالتالي العلماء قال لك لا، احنا كده الاير كول سيستم انا هستخدمه في تطبيقات معينه، ولكن ما ينفعش ان انا استخدمه يكون عندي مثلا لودر او يكون عندي عربيه واستخدم فيها الاير كول سيستم، فلجأوا للنظام الثاني هو نظام الووتر كولينج سيستم. ده طبعا النظام الاكثر استخداما، وفي النظام ده انا بعمل انتقال حراره عن طريق السيركيليشن اوف ووتر ثرو ذا جاكيتس اراوند ذا سلندر. يبقى في ووتر جاكيت حوالين السلندرز، هو دي اللي بيحصل فيها انتقال حراره من السلندر للميه اللي في الووتر جاكيت، والميه اللي في الووتر جاكيت دي بتروح بقى للرادياتور بتبتدي تتبرد وترجع تاني في الدوره بتاعتها. طيب النظام ده الشكل ده مبسط ليه خالص، الشكل ده مبسط للنظام. طيب انا في البدايه بيبقى عندي اهو المحرك بتاعي في ووتر جاكيت بالشكل ده، انا ببتدي ادخل ما تمشي داخل الووتر جاكيت دي بالشكل ده، وبعدين تبتدي تطلع وتعدي وتروح للرادياتور وترجع من الرادياتور لنفس النظام تاني بعد ما تكون بردت. فدي بتكون المايه السخنه اللي بتخش للرادياتور من فوق،
بتطلع من تحت المياه الباردة، والمروحة بتسحب الهواء في الاتجاه ده. طيب ايه كمان؟ بيبقى عندي فيه ثيرموستات بيتحكم في اتجاه المياه، هل تروح الراديتور ولا ترجع الدورة تاني، وده اللي اتكلمنا عنه في أول سلايد لما اتكلمنا عن إن المحرك ساعات المياه ما بتروحش الراديتور أصلا وبترجع تاني عشان خاطر تسخن لي المحرك توصل للأوبتيمم تمبريتشر. هنتكلم عن الثيرموستات بالتفصيل قدام، ودي البومب بتاعت المحرك بتاعت المياه بتكون موجودة هنا وبتشتغل من وش التقسيمة أو من عمود الكرانك، وهنتكلم برضو عنها بالتفصيل. ده البريشر ريليس كاب وهنتكلم عنه بالتفصيل. طيب اتجاه الهواء، اتجاه الهواء هنا اتجاه سحب. طيب حد يقول لي هل المروحة دي تنفع تشتغل سحب وطرد تشتغل سحب بس؟ أقول لك والله بص معايا، أنت مثلا لو أنت شغال في عربية دلوقتي، يعني أنت بتتحرك بعربية، في العربية وهي ماشية كده تمام، ده وش العربية، في العربية بتبقى ماشية كده، فاتجاه الهواء بيبقى زي بيبقى جاي كده. طيب فأنا لو رحت عامل المروحة دي طرد، فالمروحة دي هتطرد ازاي كده؟ فانا كده بعمل اتجاهين الهواء بيلاشوا بعض على الرادييتور. انا عندي هواء جاي من بره كده عشان خاطر انا ماشي بالعربيه في الاتجاه ده، فالهواء بيجي لي في الاتجاه ده تمام. يبقى انا لما بمشي في العربيه في الاتجاه ده شمال بيجي لي الهواء يمين. طب وانا بطرد الهواء شمال، فكده الهواء ده بيلاش الهواء ده، فبالتالي هتقلل لي الكفاءه بتاعت الرادييتور. طيب ايه كمان؟ والله انا طب لو انا مثلا مش في عربيه والمحرك واقف، يعني مثلا ده مش محرك عربيه، لا ده محرك واقف، طيب هل ينفع ان انا اخلي المروحه بتاعتي بدل ما تبقى سحب بالشكل ده تبقى مروحه طرد؟ اقول لك لا برضو ما ينفعش. تقول لي ليه؟ اقول لك لان هو هيسحب من هنا ايه، ولما يسحب لك من هنا هيسحب لك هواء سخن اصلا، اللي هو بيسحب من المحرك تمام. يعني هو الهواء اللي هنا ده جنب المحرك اللي هو بيسحبه لك، هيسحب لك هواء من هنا مثلا صح، هيسحب لك هواء من هنا، فالهواء ده اصلا لازق في المحرك، فهو هواء سخن اصلا، فانت كده بتحاول تبرد الميه بهواء سخن. فليه؟ طب ما انا اسحب هواء من هنا كده بعيد يكون هواء بارد الى حد ما واستفيد بيه، احسن من ان انا استفيد بسحب اعمل هنا المروحه دي تكون مروحه طرد مش سحب وتطلع لي هواء سخن. فبالتالي في كلتا الحالتين سواء المحرك بتاعك واقف سواء المحرك بتاعك بيتحرك، فيفضل ان المروحه دي تكون مروحه سحب مش مروحه طرد. طيب نتكلم بقى عن انواع الووتر كولد سيستم. والله في نوعين اساسيين، في النوع اللي هو السيرمو سيفون سيستم، وفي النوع الثاني اللي هو الفورسد سيركيليشن سيستم. بالنسبه للنوع الاول اللي هو الثيرمو سيفون سيستم، النوع ده بيكون من غير بامب، فبالتالي هو برضو نوع بسيط جدا جدا، يشبه شويه من نوع الاير لانه ما فيهوش استخدام بامب، فهو نوع مش معقد، نوع بسيط، ولكن المشكله بتاعته ان هو ما بيقدرش يحرك المايه لمسافات بعيده، هو بيعتمد هنا على فرق الكثافات. فرق الكثافات ازاي؟ انت عارف طبعا ان المايه بتاعتك المايه السخنه بتكون كثافتها اقل من المايه البارده، فانت خلال الانجن بتلاقي ان المايه السخنه بيخش المايه البارده من تحت، والمايه السخنه نتيجه ارتفاع درجه حاجه بتبتدي تتحرك لفوق لوحدها كده بسبب فرق الكثافات، بتبتدي ترجع للرادييتور تبتدي تبرد، فترجع اول ما تبرد تبتدي تنزل لتحت نتيجه برضو فرق الكثافات. المايه السخنه بتيجي من فوق هتفضل فوق، البارده تنزل تحت تبتدي برضو الجاذبيه، وبعدين المايه بتبتدي تتحرك في الاتجاه ده نتيجه ان المايه السخنه بتتسحب من هنا، فالمايه البارده بتدخل مكانها وهكذا. فالفكره في النظام ده هو فرق الكثافات، ان المايه السخنه الكثافه بتاعتها بتكون منخفضه مقارنه بالمايه البارده، وبالتالي انا كل ما ببتدي المايه تسخن بتبتدي كثافتها تقل فتبتدي تطلع لفوق، المايه البارده كثافتها اعلى فبتكون تحت، فلما بيحصل ان المايه السخنه تتحرك لفوق فبتبتدي المايه البارده تطلع مكانها وهكذا. والمايه طبعا بتنزل من الرادياتور السخن من فوق والبارد من تحت، واتجاه الهواء زي ما هو برضه ما استخدمش مروحه او اي حاجه، فده قلنا ان هو بيكون له الكولينج جريد بتاعه بيكون له كمان الديزاين بتاعه بيكون simple and cheap، وما بننصحش بيه برضو في الحاجات اللي هي الادفانسد او في الحاجات اللي هي السيارات او ما شابه، برضو ما يفضلش. ولكن لو انا مثلا عندي نظام ممكن استخدم فيه الاير والثيرموسيفون، فببص بقى لنظام التشغيل بتاعي هل هو ساكن او هو متحرك، هل وبناء على كده بتحرك. يعني لو عندي مثلا موتوسيكل، فالموتوسيكل ده بيتحرك يمشي فبالتالي يمشي في الهواء، فلا انا اعمل له نظام تبريد بالهواء احسن. لكن لو انا مثلا عندي نظام تبريد حاجة واقفة مش بتتحرك بسرعة أو فأنا ممكن أركب لها مثلا مروحة ومن غير بامب ولا حاجة، فأقدر أركب السيرمو سيفون برضو هيشتغل معايا، لأن كمية الهواء بتكون قليلة فبضطر أسحب هواء بالمروحة. فبالتالي أنا على حسب الأولوية بتاعتك ممكن تختفض ما بين السيرمو سيفون سيستم والنظام الإير كولد سيستم. بعدين النظام التاني بتاعنا هو الفورس سيركيوليشن سيستم. هو الفورس ده اللي أنا بستخدم فيه البامب بتاعتي، فورس يعني الهواء بيجبر إنه المية بتجبر إن هي تمشي داخل الدايرة، فده النظام التاني اللي هو الفورس
سيركيوليشن سيستم. طيب الفورس سيركيوليشن سيستم اللي بستخدم فيه سنتريفيوجال بامب. سنتريفيوجال بامب دي بتحرك لي الميه داخل المحرك بتاعي. وطبعا كنت عايز اقول ملاحظه ان المحرك بتاعي لو هو اشتغل عند درجه حراره عاليه فهو في مشكله، وكمان لو المحرك اشتغل عند درجه حراره منخفضه فبرضه في مشكله، ان انا ما بقدرش اوصل المحرك بتاعي. لو انا مثلا المحرك بتاعي درجه حرارته لسه 60 مثلا، انا عايز امشي ب 3500 ار بي ام، فانا اصلا مصمم المحرك ان هو مثلا درجه حراره التشغيل بتاعته من 80 ل 90. تمام، ليه من 80 ل 90؟ لان بيبتدي يحصل تمدد جوه المحرك نتيجه ارتفاع درجه الحراره، بيحصل تمدد للبيستون، بيحصل تمدد للرينجز، بيحصل تمدد للسلندر وول. فانا مصمم الكلام ده، انا عارف انه لما يحصل التمدد ده فهتبتدي الخروصات بتاعتي تتظبط. يعني انا عارف ان الخروصات لما ابتدي اشغل محرك على 80 90 وامشي على سرعه 3500 مثلا فالخروصات بتاعتي اتظبطت. تمام، لكن لو انا مثلا المحرك بتاعي عند درجه حراره 60 وعايز امشي بقى 3500، فهنا الخروصات بتاعتي كبيره لان ما حصلش التمدد اللازم. فانا ببتدي لما ببتدي اعمل عمليه تزييت فبيبتدي الزيت يتسرب ويدخل جوه المحرك ويتحرق، فبالتالي انا بحصل فقد للزيت بتاعي وفي نفس الوقت تلوث للبيئة. فبالتالي برضه سواء درجة الحرارة بتاع المحرك كانت منخفضة أو عالية فده كده كده في مشكلة على المحرك بتاعي. فيفضل إن أنا بنظام التبريد بتاعي بحافظ على المحرك في البداية كده، بسخن المحرك وبعدين بحاول أحافظ المحرك على درجة الحرارة 80 90. لو ابتدت تزيد ببتدي أبرد بمية المحرك. يبقى في 3 مراحل وهنتكلم عنهم بالتفصيل في شرح الكولينج سيستم أو في الفيديو اللي بيوصف الكولينج سيستم، بس أنا قلت المعلومة دي بتاعت المياه البرد او المحرك البارد كان المفروض اقولها في البدايه بس للاسف يعني نسيت فافتكرتها دلوقتي يعني. فهنكمل. فالنظام ده بيستخدم بامب. يبقى النظام ده بيختلف عن النظام اللي فات ان هو بيستخدم بامب. البامب بتبتدي تسحب لي المياه من هنا، من المياه البارده بتبتدي تورطر ضهري، والمياه بتبتدي تلف السخنه بتخش من فوق للرادييتور، بتبتدي تخش في الجزء ده وبعدين تبتدي تنزل لتحت، ونتيجه البامب هي اللي بتجبر لي المياه ان هي تتحرك. النظام ده طبعا بيتيح لي ان انا ابعد الرادياتور، احطه في مكان كويس بالنسبه للمصمم فيه هواء كويس، ابعده عن الانجن قدر المستطاع زي ما انا عايز. بيسمح لي ان انا اكبر الرادياتور ده، اعمل فيه اعمل اكواع واعمل حاجات في السيستم ممكن تسبب لي لو انا عملتها في النظام الاولاني اللي هو الثيرمو سيفون كان هيسبب لي مثلا ان يحصل توقف للفلو نتيجه ان مفيش اصلا بامب، مفيش حاجه بتجبر الفلو ان هو يمشي. لكن هنا لا، انا ببتدي اخد راحتي شويه والبامب دي بقدر اشغلها عن طريق الكرانك شافت بتاعي، بتتوصل بالكرانك شافت. وهنتكلم برضه عن البامب قدام بالتفصيل، ولكن ده نظام البامب سيركيوليشن سيستم او الفورس سيركيوليشن سيستم زي ما تحب تسميه. نتكلم بقى على البارتس اوف ذا ووتر كولز انجن كولينج سيستم. في البدايه كده انا بيكون عندي ووتر بامب، بيكون عندي راديتور، بيكون عندي فان، بيكون عندي ووتر جاكيتس، هوز وبايبس، بيكون عندي ثيرموستات فالف، اكستنشن تانك او لا اكسبانشن تانك، فود اكسبانشن تانك هنا. تمام، بيكون عندي راديتور كاب، بيكون عندي كولنت تمبريتشر سنسور او سي تي اس. شكل دايره التبريد في المحرك بتاعي بتكون بالشكل ده. فين الاجزاء بقى اللي هنا اللي احنا اتكلمنا عنها دي في الاول؟ فين الووتر بامب؟ الووتر بامب اهي، الووتر بامب اهي. تمام، الووتر بامب بتبتدي تسحب لي المايه البارده من الرادييتور وتبتدي تودي لي المايه البارده دي اهي، تطردها لي هنا على المحرك بالشكل ده، تبتدي تطرد لي المايه هنا. المايه بتبتدي تسخن ونتيجه ارتفاع السخونه وارتفاع درجه الحراره بتاعتها كثافتها بتقل، فبتبتدي تطلع لفوق وبتبتدي تروح عند الثيرموستات، والثيرموستات ده بقى هو اللي بيحدد لي اتجاه المايه. هل المايه دي هتروح من للرادييتور ولا ترجع للمحرك تاني؟ يبقى اللي بيتحكم لي في العمليه دي هو الثيرموستات. طب ليه ترجع للمحرك تاني؟ ترجع للمحرك تاني لو المحرك كان لسه بارد اصلا، فالثيرموستات بيشوف درجه الحراره، والله انت درجه الحراره قليله، لا بالتالي اروح ارجع لك المايه تاني للمحرك لحد ما المحرك يسخن. اول ما المحرك يسخن يروح الثيرموستات ده يفتح ويدي لي المايه للرادييتور، برضه هنتكلم عنه بالتفصيل. بعدين بعد الثيرموستات اتكلمنا عن الووتر بامب، اتكلمنا عن الووتر جاكيت، الهوز والبايب زون هنا وهنا. اتكلمنا عن الثيرموستات فالف، اتكلم عن الرادييتور، المايه بتخش الرادييتور، المايه السخنه من فوق وبتبتدي تمشي في الرادييتور زي ما انت شايف كده، وبعدين بتبتدي تتجمع المايه السخنه لما بتبتدي الهواء يعدي عليها فبيبتدي يبردها، بيحصل تبادل حراري بين الاثنين دول. الرادييتور بيعمل كهيت اكسشينجر ما بين
الميه اللي ماشيه جواه وما بين الهواء اللي جاي من بره، وبعدين بيبتدي يروح بينه. الميه تبرد تنزل تحت وتبتدي تتسحب بالبامب وتخش للنظام تاني، وده كده الرادياتور. بعدين الرادياتور، في الرادياتور كاب. الرادياتور كاب ده متوصل زي ما انت شايف كده بخط بالكولنت ريكفري سيستم، او اللي انا ممكن اسميه الاكسبانشن تانك. برضو وهنتكلم برضو عن اهميه الاكسبانشن تانك، بس خلينا فاكرين ان الاكسبانشن تانك متوصل مع الغطا بتاع الرادياتور ده، متوصل معاه بخرطوم، تمام. والرادياتور كاب اتكلمنا عنه، الفان اهي مكان المروحه اهو قدامك. وبعدين بيكون عندي كولنت تمبريتشر سنسورز، بيكون متوصل بالنظام بتاعي بالكمبيوتر سيستم بتاع النظام بتاعي بتاع المحرك. طبعا بيكون في بعض المحركات، ولكن هي مش محركات موجوده عندنا هنا، بيكون فيها هيتر للمحرك بتاعي يبتدي يسخن الميه بتاعت المحرك في بدايه التشغيل. طبعا ده مش موجود في المحركات بتاعتنا، ولكن ده بيكون موجود مثلا في روسيا في الاماكن اللي ممكن اصلا المحرك ياخد وقت طويل جدا عشان يوصل للاوبتيمم تمبريتشر بتاعته او الريتنج تمبريتشر، فببتدي اخد الميه دي اسخنها عشان خاطر تساعد المحرك ان هو يسخن بسرعه ويوصل درجه الحراره المنتظره منه باسرع وقت. لكن ده النظام ده مش موجود عندنا هنا في دولنا العربيه. نتكلم عن الووتر بامب في البدايه، وهي بتكون سنتريفيوجال بامب. بتدبر لي الميه ان هي تمشي خلال دوره التبريد. بتكون شغاله بلت، والبلت ده بيكون متوصل بالكرانك شافت. طب انا بسمي البامب اللي بتكون شغاله بلت والبلت ده متوصل بالكرانك شافت، انا بسميها ميكانيكال بامب. يبقى دي ميكانيكال بامب. في بعض الاحيان بقى او في المحركات الحديثه بيبقى في عندي حاجه اسمها الالكتريكال بامب، ان انا بوصل البامب دي بالكتريكال موتور، بتكون شغاله بعيدا عن مفيش اي توصيله بينها من الميكانيكال بامب، فبتكون مفيش توصيله بينها وبين الكرانك شافت، فبالتالي بتكون الكفاءه بتاعتها اعلى، واقدر بقى اتحكم فيها براحتي انا حسب الكمبيوتر بتاعي يقول لي امتى تزود الميه وتقلل الميه، مش مربوط برضو بسرعه المحرك، لكن انا بكون مربوط بسرعه المحرك في الميكانيكال بامب، لان انا عندي الار بي ام بتاعت الانجن هي مربوطه بالار بي ام بتاعت الووتر بامب، فكل ما بيبتدي الار بي ام بتاعت الانجن تزيد، الار بي ام بتاع الووتر بامب تزيد، وبالتالي الفلوريد بتاع البامب بيزيد. فالفلوريد بتاع البامب هنا في حال الميكانيكال بيكون متغير على حسب السرعه، يبقى انا كل ما بزود السرعه كل ما ابتدي ازود الار كميه الميه اللي بتخش المحرك وبتطلع منه. طب زي ما انت شايف كده ده نظام التبريد بتاعنا اللي احنا لسه اتكلمنا عنه بشويه، ممكن بس نعمل زوم كده افضل. ده نظام التبريد بتاعنا. في البدايه بيكون عندك ده الانجن، تمام. ده كده المايه السخنه اللي طالعه من الانجن هي بتخش على الراديتور من فوق، تبتدي تتبرد وتنزل لتحت، بتبتدي تتسحب عن طريق البامب، وبعدين تمشي من هنا وترجع للمحرك تاني، تخش المحرك تتبرد وهكذا. ده شكل الووتر بامب بتاعتي وهي متوصله بالكرانك شافت عن طريق طبعا البيلت او تشين على حسب يعني التصميم بتاع المحرك بتاعي. وده شكل البومب ذات نفسها لو انت عايز تشوفها يعني يدويا او فعليا. ده شكل البومب بتاعتي، وده تقريبا حجم البومب بالنسبه للايد، بتكون تقريبا نص حجم اليد بتاعتك دي سنتريفيوجال بومب. بعدين عندي الرادييتور. الرادييتور ده بقى بيكون زي هيت اكسشينجر زي ما اتكلمنا بين الميه والهواء، بيتكون من تو تانكس، والله بيتكون من تانك فوق وتانك تحت. تانك فوق اللي هو ده بيبقى فيه الميه السخنه، تبتدي المايه السخنه تخش من هنا، وبعدين تبتدي ترجع تنزل عن طريق مجموعه من التيوبس بالشكل ده لحد التانك اللي تحت اللي هو بيجمع المايه البارده، وبتدي يطرد للمايه البارده من هنا. يبقى فوق ده تانك للمايه السخنه، تبتدي ينزلها عن طريق التيوبس للتانك تحت المايه البارده، وبعدين المايه البارده بتبتدي تتجمع وتتشفط عن طريق المضخه او تتسحب عن طريق المضخه وبترجع للمحرك تاني. وده طبعا مكان دخول الهواء المايه السخنه من فوق، ده مكان خروج المايه البارده من تحت، ده مكان الهواء طبعا بيبتدي يحصل له هيت اكسشينجر، الهواء بيجي من هنا كده يلامس الجسم بتاع الرادييتور، وده مكان الرادييتور كابل اللي هنتكلم عنه بالتفصيل لما يجي وقته. في العموم يعني الرادييتور بيتصنع من الكاست ايرون، من المايلد ستيل، من الستانلس ستيل، من الالومنيوم، من الكبر. الرادياتور طبعا الحجم بتاعه والتصميم بتاعه بيعتمد اصلا على كميه المايه اللي هتعدي خلاله، وبيعتمد على درجه الحراره اللي انا عايزها للمحرك، وبيعتمد برضو على الماده المصنعه منها الرادياتور ذات نفسه.
بس انا الهدف بتاعي وانا بصمم ان انا عايز اعمل اشيل اكبر قدر من الحراره باقل مساحه او اقل حجم للرادياتور. ده يكون الهدف بتاع المصنع بتاعي اللي عايز يوصل منه عن طريق تصميم الرادياتور بتاعه. طيب بعدين بقى نتكلم عن المروحه. المروحه والله بتكون بتعمل عمليه سحب للهواء بتاعي عشان يعدي خلال الرادياتور تيوبس. وقلنا ان المروحه بتاعتي دي لو شغاله برضه نفس الفكره، لو المروحه بتاعتي شغاله عن طريق البلت او شغاله عن طريق جنزير، فبتكون المروحه بتاعتي اسمها ميكانيكا. لكن لو المروحه بتاعتي شغاله عن طريق الاي سي تي او شغاله عن طريق السي تي اس اللي هي انظمه كنترول للمحرك بتاع درجه حراره المحرك، فبالتالي المروحه بتاعتي بتكون اسمها مروحه الكتريك. كمان نتكلم عن ده شكل المروحه بتاعتي طبعا، وبتكون واصله، وده الرادييتور، فهي بتكون المروحه واصله ورا الرادييتور زي ما انت شايف كده. وقلنا ان المروحه دي بتكون مروحه سحب. طيب بعدين هنتكلم بقى عن الثيرموستات فالف. الثيرموستات فالف ده بيبتدي يتحكم لي في اتجاه الميه. يبقى انا بيبقى عندي الثيرموستات هنا كده زي بوابه، الميه بتبقى جايه من هنا، تبقى جايه من المحرك، يبقى ده المحرك اهو، الميه جايه من هنا. طيب يبقى في عند ده كده في خطين، الخط الاولاني ان هو يرجع من هنا لهنا من عند الثيرموستات. يبقى الثيرموستات هنا ممكن يعمل ايه؟ ممكن ياخد الميه من الانجن، تمام، يبتدي يرجعها للانجن تاني من غير ما يسال اي حد باي حاجه. طيب امال ايه الخط التاني؟ الخط التاني ممكن الثيرموستات يبتدي ياخد الميه يعني يوديها على الرادياتور، وبعدين من الرادياتور بتبتدي الميه ترجع تاني للانجن. طيب يبقى ده وظيفه الثيرموستات. يبقى الثيرموستات هنا هو بيحدد لي الاتجاه اللي عايز امشي فيه الميه. هل انا عايز الميه تمشي بترجع للانجن تاني من غير ما تتبرد، من غير ما تروح للرادياتور، ولا الميه تبتدي تروح للرادياتور وترجع للانجن؟ طب هو بيحدد ده بناء على ايه؟ في البدايه كده في بدايه التشغيل لو المحرك بتاعي بارد، فبالتالي درجه حراره الميه منخفضه، وهو شغال بيعرف ان درجه حراره الميه منخفضه بيروح مرجعها تاني للرادياتور. طيب لو درجه حراره الميه مرتفعه وعدت درجه حراره 80 او 90، يروح ساحب الميه يوديها على الرادياتور تبرد، وبعدين يروح يرجعها للمحرك تاني، او يودي جزء من الميه هنا للرادياتور وياخد جزء من الميه تاني يرجعه للانجن بتاعي. لو جيت ابص على شكل الثيرموستات بتاعي، لو قلنا ان هو بص كده عايز يحافظ على درجه الحراره من 80 ل 95، لو درجه الحراره اقل من كده بيروح مشي الميه هنا، تمام، يوديها من الانجن ويرجعها للانجن تاني من غير ما يروح للرادياتور. لو الميه بقى وصلت لل 80 و95 دي ممكن يروح عامل ايه؟ يودي شويه للرادياتور يبردهم ويدخل شويه سخنين لحد الانجن بتاعي، بحيث ان برده لو درجه الحراره شويه باردين وشويه سخنين دي فدرجه الحراره بتاعت الايه؟ يبقى كده الثيرموستات مفتوح نص ومفتوح نص مغلق. طيب فكده درجه الانجن برده لسه مظبوطه تمام، يبقى المحرك كده شغال ويبقى الثيرموستات شغال. لما تبتدي درجه الحراره تعلى خالص بقى يبتدي الثيرموستات يشتغل كله جد كل مع الرادياتور ويقفل الخط ده. فبالتالي انت ما فيش ابدا حد يقول لك مثلا ايه الثيرموستات ده محطوط في بلاد اوروبا عشان خاطر بيبقى الجو عندهم برد والمحرك ما بيسخنش ومش عارف ايه، فانت تشيل الثيرموستات ده شغل المحرك من غيره. لا، انت كده يبقى عندك مشكله اصلا في تشغيل المحرك. اللي بتيجي تشغل المحرك هياخد وقت كبير عشان خاطر يسخن، لان الميه بتروح للرادياتور بدل ما الميه بترجع للمحرك وهي سخنه، بتروح للرادياتور تبرد وبعدين ترجع تاني، فدي كده مشكله. فبالتالي برضه هتاثر لك على المحرك. احنا قلنا المحرك البارد بيسبب لي مشاكل زي المحرك السخن. فبالتالي ما تتبع يعني ما تمشيش مع اي حد، ما تتبعش اي حد يقول لك شيل مثلا الثيرموستات ده مش محطوط لينا. لا، الثيرموستات بتعمل له بتتاكد من ان هو شغال، بتتاكد ان هو كويس، بتبتدي لو في مشاكل بتبتدي تغيره. ده طبعا الثيرموستات ده ميكانيكال، وهنتكلم برضه عن طريقه العمل بتاعته شويه بالتفصيل في فيديو. في ثيرموستات او في حاجات بتكون الكتريكال بتتحكم في اتجاه الميه. بس خلينا نقول ان انت عندك طول ما الثيرموستات بتاعك نظيف، طول ما الغطاء بتاع الكاب بتاعك نظيف، وبتبتدي تغير الاثنين دول بانتظام، اول ما بتعمل عمره او اول ما بتفضي الميه بتاعت المحرك. يعني انت لما الميه دي بيكون لها عمر افتراضي اصلا مثلا سنتين 3 سنين او على حسب عدد الكيلومترات اللي انت مشيته، فلما بتبتدي تغير الميه لو شلت الثيرموستات وبدلته بثيرموستات جديد وشلت الغطاء بتاع الكاب بتاع الرادياتور ورحت حاطط واحد جديد، فانت كده عملت عمره لنظام الميه بتاعك، وان شاء الله نظام الميه يعني عمر العربيه بتاعك الافتراضي هيزيد جدا. طيب نتكلم شويه عن الثيرموستات. فانت زي ما انت شايف كده الثيرموستات الصوره بتاعته ان هو بيكون فيه طبقة شمعية بالشكل ده، فلما بيبتدي درجة الحرارة بتزيد بلاقي إن درجة الطبقة الشمعية دي بتتحرك لتحت، وبتخلي لما بتتحرك لتحت بتخلي السوستة دي تفتح، وبالتالي بتخلي
يفتح لي مسار كده، درجة الحرارة ارتفعت يعني أنا عايز ده ينزل لتحت فيفتح لي مسار من المية وده على الريدير. طب درجة الحرارة انخفضت فالواكس دي بتلم لفوق كده بتنكمش، وبالتالي ده بيقفل، وبالتالي لما بيقفل بيتسبب لي في إيه؟ إن الخط اللي رايح للريديتور بيتقفل، وبالتالي وبيتفتح الخط اللي رايح للإنجين بتاعي. برضه هنشوف فيديو هيوضح أكتر فكرة عمل الثيرموستات فالف. نفس الفكرة هنا، بص بيخش لي هنا، أنا بيخش لي هنا المية، المية الكولنت بيخش من هنا على حسب بقى درجة حرارته. والله أنت درجة حرارتك باردة، درجة حرارتك باردة يمشي من هنا ويروح على الإنجين على طول لو أنت لسه المحرك ما سخنش. طيب والله درجة حرارتك سخنة، لا درجة حرارتك سخنة يبقى أروح بقى كده اطلع لي من هنا وروح على الراديتور على طول، يبقى أنا بتحكم في كده. طب أنا والله درجة حرارتي مثلا لا هي باردة ولا هي سخنة، هي مثلا مظبوطة، طب هي مظبوطة لسه المحرك ما سخنش، يروح ماشي شوية يوديهم للإنجين سخنين وشوية باردين، أو شوية سخنين يوديهم للإنجين وشوية تانيين يروح يوديهم على الراديتور يبردهم ويرجعهم تاني للإنجين، بحيث إنه يعمل ميكس كده من درجة حرارة تكون ملائمة للإنجين في حالة التشغيل دي. الانجن بقى تعلى ويروح ايه فاتح لك، يقفل بقى المسار ده كده خالص ويفتح لك مسار الراديتور بس ويشتغل. ده طبعا شكل مختلف للثيرموستات. ده طبعا في معدات، الصوره دي من كتالوج بتاع كاتربيلر، فده في المعدات الثقيله بتاعت كاتربيلر، ده شكل الثيرموستات اللي بيستخدم هناك. نفس الفكره ده فولي كلوزد، ده كده ودرجه الحراره بتاعت المحرك بتاعي منخفضة فهو فولي كلوزد، يعني بيودي المية على الانجن على طول ما بيوديش على الراديتور. درجة الحرارة ارتفعت فهو راح فاتح كده وبيودي المية على الراديتور ما بيوديش على الانجن. طيب بعدين نتكلم عن الاكسبانشن تانك. والله بص كده ايه لازمة الاكسبانشن تانك ده، انا بيكون عندي الراديتور اهو تمام. طيب مش الراديتور ده بتخش له مية سخنة اصلا من فوق، طب مش ممكن نتيجة دخول المية السخنة دي ان يحصل لي زيادة في الضغط، لان حجم المايه اللي بيخش لما المايه درجه الحراره بترتفع في حجمها بيزيد، فنتيجه الحجم بيزيد في نفسه وحجم الراديتور ثابت فممكن يحصل ارتفاع في الضغط. طب انا عايز اتلاشى الارتفاع في الضغط ده، فبروح اعمل ايه؟ بروح حاطط هنا كده كاب بتاع الراديتور. كاب بتاع الراديتور ده بيكون فيه زي مصمم ان هو يبقى زي فكره فالفز، اول ما يرتفع الضغط هنا الضغط بيقدر يتغلب على سبرينج في الصمام بتاعي وبيبتدي يفتح ويودي الميه الزايده يوديها على الاكسبانشن تانك كده عشان خاطر ما يعمليش اي مشكله في النظام بتاعي تمام. يبقى الريديتور كان بيعمل ايه؟ بياخد الكولينج سيستم ده بياخد الميه اللي جواه ويبتدي يعمل لها فينت ويوديها للاكسبانشن تانك. يبقى في حاله ارتفاع الضغط هنا الميه السخنه زادت حجم بتاعها، لكن حجم التانك او حجم الريديتور ثابت، بالتالي ممكن يحصل هنا زياده في درجه الحراره، ممكن يحصل زياده في الضغط، ممكن يحصل انفجار او ما شابه او زياده في الضغط بتاع النظام. طب انا عايز اتلاشى الزياده في الضغط دي، بروح اعمل ايه؟ بروح بيبقى الراديتور كاب ده بيشتغل على اساس ان هو لما تزيد النظام بيبقى فيه سوسته كده، اول ما يزيد الضغط الضغط بيتغلب على ضغط السوسته، بالتالي بيفتح لك الخط هنا لحد الاكسبانشن تانك. الاكسبانشن تانك ده اللي هو القربه بتاعت المايه اللي انت بتحط فيها المايه بتاعت المحرك، اللي هي قربه المايه هي الاكسبانشن تانك، هي المتوصلة بالرادياتور بالخرطوم ده تمام. يبقى القربة بتكون متوصلة بالرادياتور، متوصلة بالرادياتور كاب عن طريق الخرطوم ده. الكاب بقى هو اللي بيبتدي يودي لها المايه لما المايه تزيد هنا، وهو يعوز يقلل حجم المايه هنا ويقلل الضغط فبيودي للاكسبانشن، وبعدين لما بيبتدي الضغط ينزل ودرجة الحرارة بتاعت المايه بتنزل او انا بطلت او ما شابه، بيروح الكاب ده يروح ساحب المايه تاني ويرجعها للمحرك بتاعه. يبقى دي لازمة الإكسبانشن تانك والرادياتور كاب. ده شكل طبعا ده شكل الرادياتور كاب، ده شكل الرادياتور كاب. يكون عندي سوستة هنا، بيكون عندي أشبه بالصمام لما بيبتدي يحصل لي إن الضغط بيعلى فبيبتدي يضغط هنا كده فيفتح لي ممر، بيكون طبعا الرادياتور كاب متوصلة بخرطوم متوصله بالاكسبانشن فالف، فبيفتح لي ممر تروح المايه تطلع من الراديتور، من الراديتور تروح للاكسبانشن فالف. طيب لو حصل بقى ان الضغط قل فبيبتدي خلاص المحرك بطل او هدي، فبيبتدي يروح الراديتور كاب بيبقى فيه لو بريشر فالف هنا بيبتدي يسحب لي المايه تاني من الراديتور من الاكسبانشن فالف او من الاكسبانشن تانك سوري. بعدين بقى نتكلم عن الادفانتج
والديسادفانتجز بتاع النظام الووتر كولد سيستم. في البداية كده النظام ده والله الهيت ترانسفير بتاعته عالية جدا مقارنة بالهواء، تمام. ايه كمان؟ والله بيستخدم في اللارج انجن، ودي ميزة كبيرة. كمان الثيرمال كوندكتيفيتي از مور مقارنة برضه بالهواء، تمام. الافشنسي بتاعته اعلى. دي كل دي مميزات النظام ده. طب ايه العيوب بتاعته؟ والله في بعض الاحيان بيحصل كروجن في الراديتور بايبس، ودي مشكله كبيره. بيحصل تاكل، بيحصل ترسب، ممكن يحصل انسداد، دي مشكله ما بنواجهاش في نظام الهواء، بيحتاج صيانه كتير، تكلفته اعلى، تمام. الهيت ترانسفير ريت ممكن ينزل مع اللونج ران، لان بيحصل المواسير بتاعتي نتيجه مرور الميه سخنه بيحصل لي فاولينج، ترسب طبقه من الاملاح داخل المواسير بتاعتي، فنتيجه ترسب طبقه من الاملاح دي بيحصل ان الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاعي او الهيت ترانسفير ريت بيبتدي يقل، وبالتالي الكفاءه بتاع السيستم بتبتدي تقل. عشان كده انا لازم لما ابتدي استخدم الميه اللي داخل المحرك دي بستخدم الميه الموصى بها من المصنع، ميه ما فيهاش املاح. ما ينفعش او لا يفضل ان انا احط ميه من الحنفيه. انت بتحط ميه من الحنفيه المحرك مش هيقول لك لا انا مش هشتغل، المحرك هيشتغل معاك، بس انت كده بتقلل عمر المحرك الافتراضي بتاعك، لان ميه الحنفيه فيها املاح هتبتدي تسد لك الراديتور، هتبتدي يحصل مشاكل في الكولنج جاكيت، فبالتالي لا يفضل ان انت تستخدم ميه من الحنفيه في المحرك بتاعك. طبعا بيستخدم نيدز، بيحتاج طبعا تنظيف وصيانه بشكل مستمر. كمان قلنا هاي كوست ومور مينتنس والكير اوف بارتس، دي من العيوب بتاعه النظام. الفيديو بيوضح لي عمليه نظام التبريد او عمليه التبريد اللي بتتم ازاي في المحرك. في البدايه لو بصيت كده الاقي ان الميه بتبتدي، الميه البارده بتجي لي من الراديتور، بتبتدي تطلع تدخل جوه المحرك، وبعدين بتبتدي عن طريق البامب بتبتدي تتسحب وتبتدي تروح لحد الراديتور، بتدخل من فوق وتنزل من تحت زي ما اتكلمنا. البامب بتاعتي زي ما اتكلمنا ان هي شغاله ببلت من الكرانك شافت او من وش التقسيمه دي، الاساسيات بتاع السيستم بتاعي. ايه السيستم كومبوننتس؟ دي الووتر جاكت اللي اتكلمنا عنها في الميه، اماكن الميه بتبتدي تطلع. في الاول انا عندي الاكس الفان اكسيال فان، وبعدين عندي البامب قلنا اللي هي سنتريفيوجال بامب، وده الثيرموستات اللي بيتحكم لي في اتجاه المايه، هل اودي المايه للراديتور ولا ارجع المايه للانجن. ده الراديتور ذات نفسه، ده الاكسبانشن تانك، وطبعا بتوصل بالغطا بتاع الراديتور. ازاي بقى النظام ده بيشتغل؟ والله لو بصيت معايا دي المايه البارده بتبتدي تعدي من، خليك بقى ملاحظ معايا الحته دي مهمه جدا، شايف كده المايه اللي بتخش هنا بتبتدي تطلع من بتخش الانجن وتبتدي تطلع، المايه لونها ازرق فالمايه طالعه بارده، بتطلع من البامب بتروح فين بقى؟ بتعدي على الثيرموستات. الثيرموستات هنا لان المايه اللي جايه له بارده، فبيعمل ايه؟ بيروح يوجهها. انت شايف عندك الثيرموستات متوصل بمسارين، في مسار بيروح للراديتور اللي هو اللي فوق، ومسار تاني بيسحب من هنا ويبتدي يرجع للانجن من غير ما يعدي على الراديتور. فهو هنا لقى المايه بارده راح معدي المايه وسحبها من هنا ومعديها من غير ما تعدي على الراديتور. شايف واخد بالك؟ المايه البارده تعدي وتروح على البامب، وبعدين بتدخل على الراديتور، الراديتور بيبتدي يسحق يودي للمايه دي تروح يوديها لحد الانجن مره ثانيه من غير ما يعدي من، سوري، الثيرموستات من غير ما يعديها على الراديتور. المايه هنا ما بتعديش على الراديتور لان هي مايه بارده، مايه بارده. طيب نبتدي نشوف بقى شكل البامب بتاعتي وهي بتسحب. ده البيل طبعا بيوصل بيه البامب، ده الثيرموستات. الثيرموستات في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ جايه له مايه بارده، دلوقتي هو قدامه مسارين. لما بتيجي المايه بارده بيبقى النظام بيبقى ده كده بيبقى منكمش، اللي هو اللي احنا اتكلمنا عن الشمعه دي بتبقى منكمش لان المايه بارده، فبتبتدي المايه تعدي من تحت هنا وتروح للانجن بتاعي عادي لان هي مايه بارده. اديك شايف كده المايه بتعدي منين؟ بتعدي من تحت الصمام ومن الثرموستات وبتروح ترجع هنا من غير ما تعدي على الرادياتور، وتبتدي ترجع وتروح ايه؟ وتروح للنظام بتاعي. دي المايه البارده. طيب يبقى الكولينج ووتر سيستم مش دايما بيبرد، في بعض الاحيان اصلا هو بيسخن زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي، وهيبتدي يوضحها لك في الفيديو ده. بتعمل عمليه، ممكن نقول عمليه كنترول او عمليه ريجوليت لدرجه الحراره اكتر من عمليه تقليل درجه الحراره. شايف انت كده بقى لما تقدر درجه حراره المحرك تسخن والميه بقت سخنه حمراء، ايه؟ راح فاتح السوم قفل المسار ده، حصل تمدد
الشمعة، فبالتالي قفلت المسار اللي تحت والمسار اللي فوق هو اللي اتفتح، فالمية هتعدي من فوق. لو بصيت تاني اهو هبتدي اقرب لك ووريك شكل الثيرموستات بقى ازاي. شايف كده ايه اللي حصل؟ دي كده كانت فوق قبل ما الشمعة تتمد، لكن هنا حصل تمدد للشمعة. لما الشمعة اتمددت فالمسار اللي فوق اتفتح واللي تحت اتقفل، فكده بقت المايه هتروح على الراديتور لان المايه بقت سخنه. فدي فكره عمل الاكسبانشن فالف، زي ما انت شايف اللي تحت اتفتح اتقفل واللي فوق هو اللي اتفتح دلوقتي. المايه بتخش تروح على الهيت اكسشينجر عشان تبدل الحراره مع الهواء، وبعدين المايه تبتدي تروح للاكسبانشن فالف. دي شايف فكره العمل، هي كانت في الاول مايه بارده كان فاتح، بعدين المايه ابتدت تسخن راح قفل عشان المايه تعدي من فوق. عيد تاني اهو، شايف المايه بارده بينزل تحت، سخنت ينزل تحت وتفتح الشمعة تتمدد وبعدين يعدي من فوق. المايه تبرد الشمعة تنكمش والمايه تعدي من تحت، تمام. وقال لك لو المايه دلوقتي كانت اكبر من 80 فهتبتدي تروح للرادييتور، لو المايه اقل من 80 هتعدي من الباي باس من غير ما تروح للرادييتور وتبتدي ترجع على الانجن تاني. ده شكل طبعا الثيرموستات اهو، تفاصيل الثيرموستات ازاي اللي بيحصل لما بتزيد درجة الحرارة، بتبتدي الشمعة دي اللي هي في النص البلاستيكية الشمعة دي تبتدي الصفرة تبتدي تتمدد، فتبتدي تقفل لي المسار اللي تحت واللي فوق يتفتح، لأما الماية بتبتدي الشمعة تبرد فبتبتدي تنكمش والمسار ده بيتقفل. ده أهم جزء في أجزاء نظام التبريد. بعدين بقى حصلت زياده في الضغط اللي احنا اتكلمنا عنها هنا، فايه اللي هيحصل؟ الاقي ان الكاب ده هيعدي لي الميه ويوديها للاكسبانشن فالف الاكسبانشن تانك او للجلبه بتاعتي. شايف انت لما حصلت زياده الميه هتبتدي تطلع من هنا متوصله بالجلبه تروح للجلبه. طب حصل نقص بقى في الضغط داخل النظام بتاعه، درجه الحراره قلت والضغط بتاع الميه قل، فابتدي نفس الكاب ده يبتدي يسحب لي الميه من الجلبه يرجعها تاني للرادياتور بتاعي. طبعا بيبقى فيها انتي فريزنج في المايه بتاعت عشان خاطر تمنعها من التجمد، واضافات معينه بتمنع المايه من التجمد، وبتعلي كمان درجه الغليان بتاعت المايه في كل انواع مايه التبريد. بتكون درجه الغليان اعلى من المايه العاديه بتاعتنا. المايه العاديه بتاعتنا بتغلي عند 100 مثلا، ممكن بعد مايه التبريد تلاقي بتغلي عند 120 140 على حسب على حسب نوع المايه. وبنحط كمان مواد تمنع عمليه التآكل. طب انا عايز اتكلم بقى عن المايه اللي انا بورد بيها دي، الكولنت دي بيكون شكلها ازاي؟ والله قال لك بص الكولنت دي ممكن اسميها انتي فريز، دي في حاله لما انا بكون في بلد مثلا برد، فبالتالي دي بتكون مانع التجمد. المايه دي بتمنع التجمد، بتعمل تبريد المحرك، كمان بتمنع تجمد المايه داخل المحرك. طيب المايه دي مالها؟ والله دي بتكون بتستخدم عشان خاطر تبتدي تقلل لي درجه حراره المحرك، وتبتدي تعمل لي تسريب في درجه الحراره الزايده، وبتيجي بأشكال معينة ومواصفات معينة، كل مصنع بيقول لك على المواصفة بتاعته. فدي كده شايف بعض الألوان بتاعت المية اللي ممكن تيجي، مفيش نوع أفضل من النوع التاني. أهم حاجة وأنت بتختار المية دي إن أنت بتروح للمصنع بتختار المية اللي المصنع موصي بيها. المصنع برضه ما بيوصيش، ما بيقولكش حط مية خضراء حط مية زرقاء حط مية، لا هو المصنع بيقول لك حط مية بمواصفات معينة. فأنت بتبتدي تمسك الجالون ده بتاع المية تقرأ المواصفات اللي عليه، والله أنت مصنوع من إيه؟ انت مصنوع من الكلام اللي المصنع بيقول لي عليه، يبقى تمام انت شغال معايا. نفس الكلام لكل واحد من دول لحد ما تختار النوع المناسب ليك. مفيش حاجه اسمها المايه الصفراء احسن من المايه الخضراء، احسن من المايه الزرقاء، احسن من المايه الحمراء، مفيش الكلام ده. انا بالنسبه لي كل ده الالوان دي بالنسبه لي ما تفرقش. اصلا الالوان دي محطوطه في البدايه كده، كانت المايه دي عديمه اللون، بس عشان خاطر كان بيبقى في تسريب في نظام الكولنت بتاعنا ما كنتش عارف التسريب فين اصلا. فحد اختار عليك طب ما انا احط تسريب لون ده الميه بحيث ان هو لو حصل تسريب والله اقدر اشوف من اللون ده ان في تسريب في الحته الفلانيه دي. فدي كانت بدايه فكره استخدام الالوان. بعدين بقى اتطورت فكره استخدام الالوان دي، فبعض المصنعين او الشركات الكبيره اتفقت قالت لك طب ما انا هعمل الاخضر الميه الخضراء دي هسميها هيبقى نوع معين من الميه بمواصفات معينه، الميه الزرقاء دي هتبقى نوع معين من الميه بمواصفات معينه، الميه الحمراء نوع معين من الميه بمواصفات معينه. هل كل يعني عملوا كود كده للالوان؟ بس هل كل الشركات في كل الدول بتعتمد على نفس الكود؟ لا مش كل الشركات. عشان كده ما بقولكش ان انت تروح تشتري تقول انا اشتري ميه حمراء، لا انت ممكن يكون مثلا الموبيل وبندكس دول الميه الحمراء بتاعتهم او الميه الزرقاء بتاعتهم نفس النوع نفس المواصفات، لكن شركه رابيد دي ولا رابيدو دي تكون الميه بتاعتها مختلفه، يعني الميه الزرقاء بتاعتها هي ميه مختلفه اصلا. ف
فبالتالي لا، انت بتبتدي تدور على مواصفات المياه بتاعتك. طبعا ما بتشتريش اي مياه مجهوله المصدر، لانها قد تكون مياه من الحنفيه ومتلونه، فانت بتبتدي تحرص ان انت تختار نوع مياه، شركه تكون شركه كويسه موثوق منها، ده في البدايه. وبتحرص ان انت ما تبصش على اللون بس، لا، انت لو مثلا بتستخدم موبل ازرق، فلا، يبقى انت كده شغال بتستخدم مياه بتاعت المحرك بتاعك موبل زرق على طول، يبقى انت على طول شغال بالموبل زرق، تمام. لكن انت ابتديت تغير بقى، رحت من موبل قلت لها انا اشوف توتال، قلت لها انا اشوف بندكس، قلت لها انا اشوف اي شركه تاني، فبالتالي انت هتغير الشركات. يبقى انت تبتدي تتاكد بس ان هو نفس النوع، تتاكد ان الشركه دي برضه المياه الزرقاء بتاعتها نفس نوع المياه الزرقاء بتاعتك، لان احنا قلنا ان هو بيكون الشركات الكبيره اتفقت على حاجه معينه للالوان، ان هو الازرق في كل الشركات هيكون نفس النوع، بس يعني في بعض الاحيان مش شرط ان يكون كل الشركات متفقه على السيستم ده، مش شرط، واغلب الشركات كده بس مش شرط، فانت تتاكد برضه من المياه بتاعتك. طيب هل ينفع احط مثلا مياه زرقاء على مياه خضراء، او مياه حمراء على مياه برتقالي؟ والله بص، هو في البدايه كده انت لا يفضل ان انت تخلط انواع المياه مختلفه مع بعض، تمام. انت ما تعرفش اصلا كيميائيا ايه اللي هيحصل للانواع دي، يعني لما يخش جوه ده هل ده نفس النوع ولا لا، هل في اختلاف، هل يبقى انت لا يفضل ان انت تغير المياه، لا يفضل ان انت تغيرها او ان انت تحط انواع ميه مختلفه عن بعض. بس يعني في بعض الشركات بتقول لك والله الميه بتاعتي تقدر تشتغل مع اي نوع ميه، حط الميه بتاعتي بس مالكش دعوه، يعني هتشتغل لو انت عندك ميه حمراء وحط الميه بتاعتي عليها مفيش مشاكل، عندك ميه زرقاء حط الميه بتاعتي عليها مفيش مشاكل. طيب الميه دي انا بعرف ازاي ان هي هل صالحه للاستخدام بتاع المحرك ولا لا؟ والله الميه بتاعتك قال لك ان هي بتكون ليها الوان، او مش بتكون، لا، الميه بتاعتك دي المفروض ان هي بتكون يا اما قلويه، يا اما بتكون قلويه، يا اما بتكون متعادله زي المياه العاديه بتاعتنا. طيب فبيكون انت ممكن عشان خاطر تعرف المياه دي بتبقى فيها مشكله لو المياه دي كانت حمضيه. طيب فانت تعرف ازاي ان المياه بتاعتك قلويه ولا حمضيه؟ يعني انت لو المياه حمضيه هتعوز تغيرها، لازم عشان خاطر المياه الحمضيه دي تسبب لك تاكل في اجزاء المحرك بتاعتك وتسبب لك مشاكل، فانت عايز المياه بتاعتك تكون قلويه او متعادله على الاقل. طيب انا بالتالي هعرف مين المياه قلويه والمتعادله؟ والله في جهاز بيعمل الكلام ده، بس الجهاز ده مش متوفر عند كل الناس وتكلفته عاليه. في موضوع تاني اللي هو الورق بتاع عباد الشمس، انت بتشتري ورق عباد الشمس ده، بتجيب شريحه بالشكل ده، تمام، بتبتدي تنزل الشريحه بتاعتك في الاكسبانشن تانك او في الاربه بتاعت المحرك بتاعك، وتبتدي تشوف لون الشريحه دي، بيبقى معاك الشريحه بتنزلها بتبتدي تاخد مجموعه من الالوان، بيديك وبقى بيبقى معاك جدول كده في الشريحه دي طلعت بانهي لون، لو طلعت بلون معين فانت تشوف اللون ده قلوي ولا حمضي، لو طلع لون قلوي يبقى تمام انا كده شغال صح، يبقى الميه ما فيهاش مشكله، لو طلع حمضي يبقى لا كده الميه فيها مشكله، حتى لو الميه جديده لازم تغيرها. يعني انت لسه جايب العربيه وقبل ما تشغلها عملت الاختبار ده ولقيت الميه بتاعتك حمضيه، يبقى لازم تغيرها حتى لو الميه بتاعتك عربيه جديده، تمام، لان هي تسبب لك مشاكل على المدى البعيد. لو الميه بتاعتك قلويه يبقى 10 على 10 ممكن تستخدمها وما فيهاش اي مشاكل. لما جيت ابص هنا كده فانا حاولت اجمع لك اشهر الانواع الموجوده في السوق وايه مواصفات كل نوع. ففي البدايه عندك كده الجرين كولانت بتاعك، وده اللي هو النوع الاشهر والنوع اللي هو الاقدم، وهو الاسيلين جلايكول وميه، تمام، وبتكون في مواد بتمنع عمليه التآكل. والله ده بيستخدم في العربيات القديمه، وده من اقدم الانواع من اقدم انواع الكولنت اللي تم اختراعها، يعني دي صحيح بتاعتها من سنتين لثلاثه، او ممكن نقول هي من 30 لحد 50,000 ميل، طبعا هتحاول الميل تحسب الكيلومترز بتاعتك قد ايه. بعدين في الاورنج والريد كولنت، ودي بتكون اورجانيك اسيد، وكمان مي وكمان مواد تمنع الكروجن، اورجانيك اسيد ومواد تمنع الكروجن، وبتستخدم طبعا في عربيات جنرال موتورز الجديده، وبتستخدم في بعض العربيات الاوروبيه، طبعا دي بتستخدم لحد 5 سنين. ميه الاورنج او الريد بتشتغل لحد 150,000 ميل. اليلو كولنت دي بتكون اورجانيك اسيد زائد سيليكات، وكمان مواد مانعه للتآكل، دي بتستخدم في بعض المصانع بتاعت كورد بتاعت شركة فورد، بتشتغل من 3 لـ5 سنين. وفي بعدين البلو كولنت أو المياه الزرقاء بتاعتي، ودي بتكون إن أورجانيك أديتيفز، بتكون مواد غير عضوية، وكمان بتكون معاها سيليكات وبتكون معاها فوسفات، دي طبعا مش شائعة في المحركات الجديدة، دي ممكن تشتغل من 2 لـ3 أو من 30,000 لـ50,000 ميل. انهي نوع افضل؟ هل اغلى نوع هو الافضل؟ هل ارخص نوع هو الافضل؟ والله احنا دايما بنقول اسال المصنع بتاعك انت عايز انهي نوع، يعني انت بتقول لي انت عايز اللي هو الميه بتاعتك تكون اورجانيك اسيدز، ولا تكون ان اورجانيك اديتيفز،
ولا المايه بتاعتك هتكون اسيلين جليكول. انت بتسال المصنع بعيدا عن اللون، بتسال المصنع وبعدين تشوف اللون بتاعك. في الاغلب بتكون الالوان ثابته، يعني في الاغلب الاسيلين جليكول بيكون الاسيلين جليكول والمايه بيكون لونهم اخضر او اخضر فاتح. الاورجانيك اسيد بتكون لونه اورنج وريد في الاغلب، بس انت برضو ما بتهتمش باللون. لو هتغير الشركه لكن بتهتم بالمواصفات بتاعت الزيت بتاعك اللي المصنع بيقول لك عليه، فانت بتشوف المصنع بيقول لك انهي زيت من دول وبتبتدي تستخدم نفس نوع الزيت، سوري نفس نوع المايه. بيكون مكتوب طبعا على كل جيركن اللي انت بتجيبه مواصفات المايه والمكونات بتاعتها ايه، فانت بتبتدي تختار على حسب كلام المصنع بتاعك. مفيش نوع افضل من النوع التاني، لكن كل نوع بيبقى مصمم لنوع عربيات معينه، فانت بالتالي تختار النوع بتاعك. مالكش دعوه بخد ده على العربيه بتاعتك وقتها اغلى نوع في الانواع دي، لا مفيش الكلام ده. النوع المناسب بتاعك والنوع اللي المصنع بيوصي بيه، وده الكلام اللي دايما بنأكد عليه. طبعا في النهاية عايز أقول إن الكورس بتاع المحركات اللي احنا بنتكلم فيه ده هو واحد من الكورسز اللي ما أعتقدش إن هي تقل بأي شكل من الأشكال عن أي كورس هتاخده في محرك ديزل كأساسيات محرك ديزل بتاعك. يعني أنا شفت كورسز مدفوعة كتير نفس المحتوى تقريبا ان لم يكن اقل كمحتوى علمي، ممكن يكون زياده في المحتوى اللي هو بقى اللي هياخدك ورشه وينزلك ورشه ويوريك شكل ده وشكل ده وشكل ده، ده ممكن يكون موجود، احنا بنحاول نوفره بالفيديوهات، بس يعني خلينا نتفق ان هو مستحيل تكون الفيديوهات زي الواقع. بس يعني ده الشيء الاضافه. لو انت عايز كورس سيارة محركات ديزل، لو انت ذاكرت الكورس ده كويس، لو انت فهمته، لو انت عرفت تتجمع فيه كويس، فانت كده يعني اي مكان هتروح تاخد فيه كورسز في اساسيات محركات الديزل مش هيقول لك كلام زياده عن الكلام ده، بالعكس انت هتعوز ترجع المحاضرات دي تستفيد منها، وهتلاقي ان في حاجات هنا زياده عن الحاجات اللي هي اتقالت في الكورس بره، لان الكورس ممكن يديك بايجاز مش هيديك الاساس العلمي. اعتقد ان هنا حاولنا نغطي مع بعض الاساس العلمي، واعتقد دي من الكورسز الكويسه يعني اللي انت درستها في الكليه، من الكورسز القليله اللي انت ممكن تدرسها في الكليه وما تحتاجش تاخد فيها كورس بره، كورس المحركات عامه وكورس محركات الديزل ده بالتحديد. اعتقد يعني الكورس ناقص له بس حاجات بسيطه جدا جدا، بيكون كورس شامل، هو بس ناقص له جزء الاكزوست فالف، وناقص له الجزء بتاع سوري الجزء الاكزوست سيستم والانتيك سيستم، برضه جزء الجزئين بسيطين جدا، بس يعني هم من الاجزاء البسيطه اللي ناقصه الكورس ده، وجزء سنسورز. وبكده الكورس بتاعنا يعني كورس شامل ووافي في مجال المحركات، او في مجال البيزكس بتاع الانترنال كومباشن انجن او ديزل انجن. اعتقد يعني ان انا حاولت ابذل اقصى مجهود عشان خاطر الفيديو او عشان خاطر المحاضره تطلع بشكل كويس. لو في طبعا اي تعليقات من حضراتكم، اي ملحوظات تفيدني في المحاضرات القادمه ان شاء الله، فاكون مبسوط ان انا اسمعها. لو في اي تعليقات تعديلات ريت تكتبوا في الكومنتس او تتواصلوا معايا في حساب لينكد ان اللي هيكون موجود في الديسكريبشن. ان شاء الله هحاول في الفتره الجايه اكمل باقي الكورس، الانظمه اللي اتكلمت عنها اللي هي ناقصه الكورس ده، بحيث ان هو الكورس عامه يكون مرجع ليك، حاجه مجانيه كويسه ان شاء الله تقدر تفيدك في المستقبل. وربنا ان شاء الله يعني يفيدنا ونحتسب هذا العمل صدقه جاريه عن اصحابه. وألف شكر لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.